كريم، نخش بقى في الموضوع، وانا هبدا بسؤال عام. مش هقول لك بقى ماتش سان داونز شفته ازاي والدوري ازاي، انا هقول لك شفت امس ازاي. انا كان وصفي لامبارح كان يوم حزين على الكره المصريه دي بكل حقيقة. المقاييس، وليس فقط حديثي عن النادي الاهلي او منتخب الشباب، ايضا عن الزمالك، ايضا عن الكره بشكل عام، وعلى المستوى اللي لا يليق بجماهير يعني المنتخب المصري والانديه المصريه، جماهير مصر. هو ايه المستوى اللي احنا فيه ده؟ سببه ايه؟ خصوصا ان انت او خاصه انت بتتكلم ان اتحاد الكره كان الفتره اللي فاتت بيحاول يجد حلول سواء على المستوى التحكيمي او قطاع الناشئين او وهكذا، وحاول ان هو يطور، وده كان الحديث الدائر. فليه ده غير مرئي على الأرض؟ خليني أأكد على كلامك وأقول إن هو فعلا كان يوم حزين على الكرة المصرية بسبب من النتائج اللي حصلت سواء لمنتخب الشباب أو للقطبين الكبيرين في الكرة زي ما بيطلق عليهم، الأهلي والزمالك. ولكن هاخد برضو من كلامك جزء مهم جدا. إحنا بنقول كلام بقالنا كتير قوي، فين التنفيذ على أرض الواقع؟ يعني أنت آخر مرة كنت في كأس عالم للشباب أو للناشئين إمتى؟ من فترة طويلة جدا. طبعا الأندية إذا استثنينا النادي الأهلي، مين بينافس ومين بيقدر إنه بيوصل للمحطات الأخيرة في البطولات القارية؟ مفيش. فإذا في مشكلة كبيرة، المشكلة الكبيرة دي لازم لها حلول، لازم من النهاردة، من بعد خروج منتخب الشباب وقبله منتخب الناشئين، لازم أشوف بكرة أنا عاوز إيه. الكرة في مصر أصبحت استثمار وبيزنس. الولد اللي ما بيقدرش يدفع ما بيلعبش. طب لو موهوب ومعهوش مش هيكون له مكان، طب فطبيعي. كنت بتتكلم على مستوى كل قطاعات الناشئين ولا انا بتتكلم بتكلم عن ايه على الكره المصريه، اصلا؟ الكره المصريه. لو حضرتك سالتي في اي نادي بدايه من الدرجه الرابعه لحد انديه الدوري الممتاز هتلاقي كلامي ده او يمكن واحاسب عليه. كلامك كان مشابه لكابتن اسلام شكري، كان معانا على التليفون من شويه، كابتن تحدث اسلام، عنه. كابتن اسلام بالفعل اتكلم في الموضوع ده، وكابتن اسلام شغال بره مصر وشغال بشكل كويس جدا. وبرضه انا مندهش ان في كوادر زي كابتن اسلام وغيرهم لا لا يتم يتم الاستفاده استغلال. بالظبط. في المقابل في مدربين بيتم تعيينهم بالمجامله، وفي مدربين بيتم تعيينهم بدون دراسه وبدون علم، مجرد ان هو اسم او مقرب من سين او صاد في الاتحاد بيتم تعيينه. طب انا عندي سؤال يا كريم ليك، لان النقطه اللي انت بتتكلم فيها دي على فكره، عارف، ما بقتش حاجه مستخبيه الواحد بيقولها باستحياء، دي بقت معروفه للكل، خلاص يعني خلاص اللي هو الموضوع بجد على المكشوف. فلما يبقى الموضوع على المكشوف وبهذا الشكل الفج، وعلى الصعيد الثاني انا مش لاقي اي حاجه بتحصل ولا محاسبه، طب كده بقى الخلل فين بقى؟ يعني الخلل عند مين بالظبط؟ عند اللي بيطبق القانون، ولا اللي بيحط القانون، ولا اللي المفروض ان هو ينفذ القانون يعني، الخلل عند هو ولا عندنا احنا، ولا لا ايه؟ هو اكيد مش عندنا احنا، اكيد عند اللي بيحط القوانين وبيطبقها. يعني اللي بيحاسب لما توصل ليك مشكله ان في ازمه كبيره تسببت في كوارث اداريه، ومفيش حد بيتحاسب. مين يعني مين هينتظر نجاح من حاجه زي دي؟ مفيش. مشكله يعني واضحه جدا. هي الموضوع اداريا وفنيا في مشاكل. يعني انت لو عندك مشاكل فنيه هتقدر، يعني هتقدر تتجاوزها بتدريبات، بثقافه، بتثقيف، بدراسه، ولكن انت عندك مشكله اداريه ومشكله فنيه. انا بتكلم على المنتخبات،